الخير، صباح الفطور اللذيذ. اليوم عندي فطور جديد قررت أجربه. طبعا هنا حطيت عيش شامي، راح أحط عليه زعتر. حطيت على زعتر شوية زيت زيتون، شذية. بعدين راح أحط عليه شرائح من الحلومي، راح احط عليه شرايح من الطماطم، راح احط شرايح من الخياري. هاي الساندويشه صارت جاهزه. يا سلام سلم، شوفوا الطبقات من جوا. يام، والسلام عليكم. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اليوم يا جماعة يوم مميز لأننا رايحين المسبح، وأخيرا رح نسبح. مستنين هذا اليوم المنتظر من زمان، على أساس أنه عبد الرحمن حنروح لوحدنا، بعدين قلنا لا لازم نستنى أخواني يجوا عشان إيش نفلها مع بعض. وخصيصا قربوا، وخصيصا لهذا الفيديو. ما عليكم من منشف اللي ما عليكم من الكاس برده. خصيصا لهذا الفيديو اشترينا الكاميرا جو برو عشان نسوي لكم لقطات مره حلوه جوه المويه والمسبح، عشان تستمتعوا وتعيشوا الجو معانا. فلا تنسوا تشجعونا وتعطونا لايكات كثير عشان نتعب عشانكم، ف يعني نستاهل لايك، صح ولا لا؟ اي لازم كثروا لايكات شباب، واللي مو مشترك يحط زر السبسكرايب. يلا نبدا. لولي لولي لولي، شوف عرفت المكان فين احنا رايحين. ايوه يا بومنيو فدرالس. ايوه شوفوا الحب. وصلنا يا جماعه، والان داخلين السباحه. ان شاء الله بس ما يكون زحمه. ان شاء الله ما يكون زحمه. مجهزين لعده السباحه والتعقيم وكل شيء. يلا شوفوا الحماس. الين لولي متحمسة؟ أيوة مرة؟ أيوة. تعرفي تسبحي ولا لا؟ أنا بس كثير موية ما أعرف. شوية أيوة. أيوة شوية موية تعرفي، أوكي. ريدي؟ لا أعرف أعرف. أوكي يلا. لولي حتلبسي مايو؟ أيوة يلا. أيوة. وي لولي صارت جاهزة. إكسايتد؟ ياي. أنا مرة متحمسة. يلا نروح. وصلنا يا جماعة. وصلنا. إلين مرة متحمسة. إلين متحمسة؟ أيوة. إلين أول مرة أسمع منها الكلمة هذه، أنا متحمسة تقولي. والله اليوم زحمة بس الأجواء روعة. يلا تعالوا ناخذكم معانا ونسبح. يلا. ونفلها فل. يلا. ما تعرف تسبح زي امها طبعا. يلا 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 انزلي ليه، لا تخافي. ليه صوت اللحظه. طبعا عبد الرحمن مع ايلين قاعد، انا ابغى اسبح لوحدي. شوفوا انا اعرف اسبح. والله لايف جاكيت تعبان اللي عندي. اقول عبد الرحمن علم لين السباحة. شوفوا كيف ترتعب مرة من الموية، خاصة اذا الموية كذا. ابدا لولي، المشكله مو مستوعب انه هذا قاعد يمسكها اللايف جاكيت. فادي بكتبي. شوفوا يا جماعه، هخلي علاء دحين ينزل هذه اللعبه. يا الله والله بعيد. يلا هذه مره تخوف. والله تخوف، انا جربتها مره وتبت خلاص. يلا يلا مره عشان يلا يلا. شوفوا يا جماعة النزلة كيف، شوفوا النزلة كيف، النزلة ما هي باينة.
تمسك ده قدام. ساعدك سوي كده بيدك لولي صارت ما تخاف يا جماعة. شاطرة لولي. هتطلع هذه الزحليقة الحمراء وحتنزل من هنا. يلا ننتظر أميرة. يلا جوا أميرة قاعدة تقول لكم هاي. يلا مير سوي قفزة الضفدع. ايوه يا لا يا شيخ مره تعبت نفسي. تعالوا معي مكان سري. جينا هنا في الشتاء وكان في ثلج مع مطر. تخيلوا كان ثلج ومطر كان مره جورا وريهم السماء. هنا احنا في مفتوح دين جات. هلا 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 هلا. تعالي لين عجبها هنا تنطنط. كيف؟ يلا بسم الله دفينا يا حرمة. يلا اتوقع اني لازم امسك اليد الثانية. خلاص ايوه
خذ الجو برو عايشها من جو. يلا والله لا ترشتني او ماي جاد ترشت السنين في القنبلة. يلا اميرة يلا مستعدين مستعدين هنطلع هذه الزحليقة ما ادري تخوف ولا المهم تعالوا معنا نشوف. يلا احنا وحظنا. طيب يا جماعة مستعدين. واه يا ماي جاد امسكني برجولك. يا توافة يا بمسح يا توافة وي 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 يا جماعة وي ما شايفة شيء ولا لا فين احنا؟ احنا فين؟ او ماي جاد أميرة بشدة. أميرة أقنعت إلين إنه تنزل في هذه مع فادي. يا الله إلين ما هي راضية. تعلمت تسبح. طبعا هي كانت تسبح زي البطريق ولكن الان حنشوف كيف سباحتها. ما كنت اعرف اسبح. يلا يلا طيب شوية تعلمت. يلا مستعدين مستعدين. يلا قبل ما نبدا تسوي لنا لايك وشير سبسكرايب اطلع برا. ايوه الرجال هذا قاعد يطل فينا ويضحك. عجبني قاط معانا. المهم يلا شوفوا معلش اعذروني والله اليوم مره شكلي تحفه فنيه. خلاص السباحة كذا كلنا اشكالنا تضحك. المهم شوفوا الحين راح اسبح وانتم قيموا. تعلمت اسبح في نص ساعه تخيلوا الواحد بدون اي مساعده. يا ولد يا ولد شوفها. يلا اوصل لهناك. يا ولد بدون ما تلمس رجولك صح؟ حرك رجولك بقوه. طيب الله 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 عجيب والله. نشوف رجولك توصل. احتاج فنانة. هاي فايف. يلا وش رايك بالطاقية حق اللي تلمع؟ والله احس نفسي بيضت بعد كلوركس كذا نظف بشرتي مظبوط ونشف شعري مره. والله تعبانين تعبانين قاعدين يمكن اخوكي هذا ما راضي يتعب يقول انا ما خلصت. لا تعال فادي فادي انبسطت؟ خذ راس تبيه. والله فادي اخوي الصغير مره ما يبي ينزل من المسبح قاعد ثمانية صاحب. اي والله المهم انبسطنا وانت انبسطت على انبسطت عبد الرحمن مره انبسطنا. اللي عايشين في كازان تعالوا هذا المكان اسمه فن 24 في قسم العاب في مسابح مره لا يفوتكم مكان يجنن. وبكذا نكون وصلنا لنهايه الفلوق ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. لا تنسونا من اللايكات واشتركوا بالقناه ونشوفكم سبسكرايب واستنوا فيديوهات احلى من كذا ونشوفكم على خير لوك ثاني.